أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب مدير أمن الإسكندرية بشارع المعسكر الروماني. وقال المجلس في بيان له إن الحادث لن يزيد الدولة سوى الإصرار على استكمال مسارها السياسي وبرنامجها الاقتصادي، ولن يثني عزيمة المصريين عن استكمال بناء العملية الديمقراطية. وشدد المجلس في بيانه على أن الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب من جانب القوات المسلحة والشرطة لن تتوقف حتى يتم اكتثاث جذوره واستعادة الأمن والأمان في ربوع مصر.